بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نحمد الله جل وعلا الذي تفضل علينا بإتمام شهر رمضان، نحمده سبحانه ونشكره ونسأله المزيد من فضله، إنه سميع عليم، كما أرجوه جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم ما قمنا به من الصيام والقيام وتلاوة القرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. يقول تعالى في سورة الإسراء: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. هذه الآية الكريمة من سورة الإسراء جاءت بعد قوله جل وعلا: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. إلى قوله جل وعلا: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر تبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. فهو جل وعلا يذكر عظيم نعمته على عباده أنه سخر لهم البحر لتجري فيه السفن بأمره سبحانه وتعالى، ليستفيد من ذلك العباد في تنقلاتهم وتجارتهم وبيعهم وشرائهم، وذلك فضل من الله وتسخير لعباده. ربكم الذي يزجي لكم الفلك، والفلك هو السفن التي تجري في البحر بنعمة الله في البحر تبتغوا من فضله لأجل طلب الرزق الحلال في التجارة والبيع والشراء ونقل المعلومات ونقل البضائع من مكان إلى مكان بفضله وإحسانه، وإلا فمن يقول لهم إن السفينة تجري في البحر بوضع فيها الأثقال والأحمال وتجري بهم في البحر كما يريدون، كل هذا تسخير من الله جل وعلا لعباده ونعمة عظيمة ما تستطيع الإبل ولا الحمائر أن تحمل هذه البضائع الكثيرة الثقيلة، وإنما سخر الله لها البحر توضع هذه الأحمال في السفن ثم تسير في البحر كيفما شاء ربها بإذنه تعالى.
لتبتغوا من فضله، وهو طلب الرزق الحلال بالبيع والشراء. إنه أي الله جل وعلا بعباده بكم رحيما، رحمكم من حمل هذه الأثقال على ظهوركم، وجعلها على السفن، والسفن تسير كما أردتم أنتم أيها العباد، توجهونها شمالا وجنوبا وشرقا وغربا بأمر الله جل وعلا وتسير، وذلك نعمة من الله جل وعلا عليكم تستحق الشكر. فالله جل وعلا يلفت نظر عباده إلى الأعمال التي هيأها لهم ويسرها لهم وجعلها تسير بأمره سبحانه وتعالى. يخبر تعالى عن لطفه بخلقه في تسخيره لعباده الفلك في البحر وتسهيله لمصالح عباده لابتغائهم من فضله في التجارة من إقليم إلى إقليم. ولهذا قال: إنه كان بكم رحيما، أي إنما فعل هذا بكم من فضله عليكم ورحمته بكم. فتلك نعمة عظيمة تستحق من العباد الشكر لله جل وعلا وإفراده بالعبادة وحده لا شريك له. يقول السائل أو سائلة تقول: جاءتني دورة في رمضان فاستمرت علي 4 أيام بخلاف عادتها، يعني عادتها سبعة أيام، وكنت يومين في طهارة وصليت وصمت يومين، ثم بعد ذلك جاءتني يومين، فما حكم اليومين الذي كنت صائمة فيها؟ صيامك والحمد لله صحيح ما دام أنك رأيت الطهارة والنشوفة، فما نزل عليك فيهما دم فصيامك صحيح بحمد الله، لأنه لا يبطل الصيام إلا الحيض، والحيض قد امتنع وتوقف، فصيامك صحيح وصلاتك صحيحة إن شاء الله. يقول السائل: هل يجوز أكل ذبيحة النصارى من عباد الأوثان؟ النصارى أهل كتاب، لا يقال لهم عباد أوثان، حتى ولو عبدوا عزيراً ولو عبدوا المسيح عليه الصلاة والسلام ولو عبدوا غير الله، فالنصارى أهل كتاب، ذبيحتهم حلال إذا ذبحوها ذبحا صحيحا، أو لا ندري كيف ذبحوا. إذا جهلنا ذبح النصارى فذبحهم صحيح، وإذا علمنا ذبحهم أنهم يذبحون ذبحا صحيحا فكذلك ذبيحتهم حلال. أما إذا علمنا أنهم يذبحون ذبحا غير صحيح واطلعنا على ذلك فلا يجوز أن نأكل من ذبيحتهم، لأن المسلم لو ذبح ذبحا غير صحيح ما حلت ذبيحته، فكيف تحل ذبيحة النصراني؟ وأما النصراني فلا يقال له عابد وثن، حتى وإن كانوا يعبدون المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام، فذبحهم صحيح وتؤكل ذبيحتهم، كما قال الله جل وعلا:
وطعام الذين أوتوا الكتاب من قبلكم حل لهم وطعامكم حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات فهؤلاء من أهل الكتاب تحل ذبيحتهم وإن كانوا يعبدون المسيح ابن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. يقول السائل: هل يجوز الأذان جالسا بعذر أو بدون عذر؟ يجوز الأذان مع القعود والجلوس، إلا أنه مع القيام أفضل، فيستحب أن يكون قائما وأن يكون عالي الصوت يسمع الناس أكثر من غيره، وأما أذانه جالسا فصحيح. يقول السائل أو يقول: تقول الساعة على أيام من رمضان، هل يصح أن أصوم 6 من شوال قبل القضاء؟ إذا كان على المرأة قضاء من رمضان أيام أسبوع أو أقل أو أكثر وتحب أن تصوم 6 الأيام من شوال، لأن 6 الأيام أيامها محدودة في شهر شوال فقط، فماذا يجب عليها؟ الأولى لها والأحسن أن تبدأ بأداء الواجب، تبدأ بصيام 6 الباقي عليها من شهر رمضان، فإذا أكملتها إن استطاعت أن تصوم النفل وهو 6 من شوال فحسن، وإن لم تستطع فلا حرج عليها. يرى بعض العلماء أن تأدية الواجب أوجب على المرء من تأدية المستحب، وصيام 6 مستحب، وقضاء رمضان واجب، ويرى آخرون أنه لا بأس عليها أن تؤدي 6 أيام من شوال وإن كان عليها قضاء رمضان، قالوا لأن قضاء رمضان موسع في 11 شهرا، وأما 6 أيام من شوال فيلزم أن تكون في شهر واحد وهو شهر شوال الذي يلي شهر الصيام، فالمسألة فيها خلاف، فعليها أن تؤدي الواجب لعله أولى لها إن استطاعت، ثم إن قدرت على صيام 6 من شوال فبها ونعمت، وإن لم تستطع فلا حرج عليها، والحمد لله. يقول السائل: أتيت بعمرة في بداية رمضان وفي نهايته، والآن أريد الحج، فهل أحج من جدة وأرجع؟ هل علي هدي على العلم بأني لا أستطيع الهدي والصيام؟ عليك أخي، لأنك لم تعتمر إلا في رمضان، عمرتك في رمضان فلا تعتبر متمتعا بالعمرة إلى الحج، فإذا اعتمرت في رمضان وجلست في مكة أو قريبا من مكة ثم حججت من نفس السنة فليس عليك هدي، وشرط أن تدخل مكة دخولا شرعيا، يعني أنك تدخلها محرما بحج فتكون حاجا مفرد، أو تدخلها بعمرة متمتعا بها إلى الحج فتكون متمتعا بالعمرة إلى الحج، فإذا تمتعت بالعمرة إلى الحج فعليك هدي التمتع، وإذا انتظرت في جدة حتى تدخل حاجا فليس عليك هدي التمتع. يقول السائل: هل الاستمناء في الاعتكاف يبطل الاعتكاف؟ الاستمناء هو طلب إنزال المني، يعني معالجة الذكر لينزل، فهذا يبطل الاعتكاف،
وأما إذا خرج منه المذي أو المني بدون اختياره فلا يبطل اعتكافه. يضاح ذلك أكثر إذا اعتكف ونام وفي أحد نوماته أمنى احتلم، فإن هذا لا يؤثر على اعتكافه لأنه لا حيلة له في ذلك. وأما إذا استمنى عالج ذكره حتى خرج منه المني فهذا يبطل الاعتكاف، لأن الله جل وعلا يقول ولا تقربوهن وأنتم معتكفون في المساجد. يقول السائل: إذا قبل الرجل زوجته في نهار رمضان فهل عليه كفارة؟ لا يا أخي، لا عليه كفارة وليس عليه قضاء ذلك اليوم، بل صومه صحيح مع التقبيل أو عدمه لا يضيره ذلك، لأن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، عمرو بن أبي سلمة سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يقبل الرجل زوجته، فقال سل هذه، يعني أم عمر بن أبي سلمة، أنه كان يقبلها وهو صائم عليه الصلاة والسلام. فتقبيل الرجل لزوجته أو مباشرتها بضم أو قبلة أو غيرها فلا يؤثر ذلك على الصيام إن شاء الله. يقول السائل: هل يجوز شراء تلفاز واستماع واستقباله للقنوات الدينية والأحاديث فقط في المنزل؟ التلفاز أخي سلاح ذو حدين، إذا استعمل في الخير نفع وإذا استعمل في الشر ضر ضررا عظيما. فإذا كان استعمال التلفاز لنقل القنوات والندوات الدينية والمباهمة والفهم الحلال فلا بأس على المرء بذلك إن شاء الله، وإذا كان يستعمله للطرب والغنى والرقص وما أشبه ذلك فهذا محرم. يقول السائل: رجل جامع في رمضان وهو قادر على الكفارة صيام شهرين متتابعين، لكنه مرتبط بدوام ويسبب عليه مشقة، فماذا يعمل؟ عليه أن يطعم 60 مسكينا مع التوبة وقضاء ذلك اليوم، ولا يلزمه الصيام مع المشقة، لأن الرجل الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أتستطيع الصيام شهرين متتابعين؟ قال لا، مع أن الرجل كان يصوم رمضان كان يقدر على الصيام، لكن لمشقته عليه قال لا، وقد صدق. فنقله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكفارة الأخرى وهي إطعام 60 مسكينا، فلا يلزم الصيام مع المشقة، وإنما إن قدر على العتق فبها ونعمت، لم يقدر وقدر على الصيام بلا مشقة فبها ونعمت، أو لم يقدر على الصيام فعليه أن يطعم 60 مسكينا. يقول السائل: هل تصلى ركعتي الفجر بعد أذان الفجر ثم تصلى ركعتي الفجر؟ إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر فقد دخل وقت النهي، ما يصلى إلا ذوات الأسباب كتحية المسجد وسنة الفجر فقط، فله أن يجمع تحية المسجد وسنة الفجر بركعتين فقط ولا يكرر. إذا دخل المسجد وقد توضأ والمطاف بالبيت فله أن يصلي ركعتين تحية المسجد
مع الطواف، مع سنة الوضوء، مع راتبة الفجر أو الظهر إذا كان دخل وقتها، ويجمع مجموعة من النوافل في ركعتين فقط. يقول السائل: أشخاص تبرعوا لمسجد بشاص وبطارية من أجل الإضاءة، فأراد أحد جيران المسجد أن يمد سلكا ليضيء بيته لفترة قصيرة، فهل يجوز له ذلك؟ لا يا أخي، إذا كان هذا التبرع للمسجد فلا يجوز أن يستعمله أهل البيوت المجاورة، لأنهم يضرونه أو يقضون عليه أو يؤثرون عليه بسرعة خرابه وفساده وانقضاء الاستفادة منه، فينبغي أن يقتصر فيه لما تبرع به صاحبه. يقول السائل: ما ضابط البدعة التي تخرج الشخص من السنة، التي تخرج الشخص من أهل السنة؟ أخي، قد يكون المرء واقع في بدعة ولا يخرج من أهل السنة والجماعة، لأن البدع متفاوتة. بدعة تخرج المرء من السنة والجماعة إلى البدعة، وبدعة لا تخرج. فمثلا إذا كان يحتفي بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك من البدع الخفيفة السهلة، فإنها لا تؤثر عليه بإذن الله ولا تخرجه من مذهب أهل السنة والجماعة. أما إذا كان بدعته كبيرة كالطواف حول القبور أو التضرع إلى أهل القبور أو سؤالهم، فتلك بدعة كبيرة محرمة قد تخرج المرأة من الإسلام. يقول السائل: هل ورد النهي عن صلاة النافلة بعد العصر أو عند غروب الشمس؟ نعم يا أخي، كل النوافل المطلقة لا تصلى في وقت النهي، وأوقات النهي خمسة. وقت النهي خمسة: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر الرمح، وحين تقف الشمس في وسط السماء، ومن حين اصفرار الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى أن تضيف الشمس للغروب، ومن بعد تبدئها في الغروب إلى اكتمال غروبها. هذه خمسة أوقات، ويصح أن نجملها في وقتين في ثلاثة أوقات، فنقول: من صلاة العصر إلى غروب الشمس، ومن طلوع الفجر إلى غروب طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح، وحين تقف الشمس في وسط السماء. إلا ذوات الأسباب، وذوات الأسباب كتحية المسجد وصلاة الجنازة وسجود التلاوة وغير ذلك من الأمور التي يوجد لها سبب، فتفعل ذوات الأسباب وإن كان الوقت وقت نهي، مع الخلاف عند بعض العلماء في هذه الأمور. يقول السائل: ما هي الحزبية المحرمة؟ كثير من طلبة العلم يقولون هذا حزبي ويخرجوه من أهل السنة، فما هي الحزبية المحرمة؟ لا يجوز للمسلم أن يتحزب أو يترك السنة والجماعة لأجل حزبه أو نحو ذلك، وإنما الواجب عليه أن يكون مسلما، أي مسلم، مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويترك التحزب والتلفت والذهاب يمينا وشمالا يضر نفسه من حيث لا يشعر. والمسلمون إخوة، المسلمون يدا واحدة، فلا يجوز للمسلم أن يقول: أنا كذا وأنا كذا. اللهم إلا المذاهب الأربعة، فقد أباح العلماء رحمة الله عليهم، لكن لا يجوز للمسلم أن يتعصب لمذهبه
إذا قيل هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلا أن مذهبي شافعي أو حنفي أو حنبلي أو مالكي. نقول لا يجوز لك أن تترك السنة لأجل مذهبك، وإنما عليك بالأخذ بالسنة والابتعاد عما يخالف السنة، سواء كان موافقا لقولك ومذهبك أو غير موافق. يقول السائل: ما حكم إنسان يعطيك مال وديعة بعد فترة فيستخدمه لغرض شخصي كان تجارة؟ السؤال غير واضح. هذا ما هو واضح، كيف يصيب مالا إذا كان المال هذا حلال وادخره ليؤدي به زكاة الفطر فهذا حسن، وإذا كان هذا المال حرام ويدخره لزكاة الفطر فلا يحل له ذلك. يقول السائل: لماذا اختصت السيرة النبوية بذكر العشر المبشرون بالجنة دون غيرهم، مع العلم بأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أخبر عن أشخاص آخرين بأنهم من أهل الجنة مثل سيدنا بلال والحسن والحسين وعمه جعفر رضي الله عنهم أجمعين؟ كل من بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فيجب علينا أن نشهد له كما شهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما خص العشرة لأنهم جاءوا في حديث واحد، وقال عليه الصلاة والسلام: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، إلى آخرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وقال عن الحسن والحسين: إنهما سيدا شباب أهل الجنة. وقال عن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الله أبدله بيديه جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء. وذكر غيرهم من الصحابة في الجنة، فكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة فنشهد له، ومن لا فلا، وإنما نطمئن ونثق بأن المؤمن إن شاء الله في الجنة، ولا نشهد بذلك لأننا لا ندري ماذا يختم له به، هل يختم له بعمل صالح أو بعمل سيء، الله أعلم بذلك. وإنما علينا أن نطمئن ونحسن إلى المحسن، ونأمل أن يكون في الجنة من الله تبارك وتعالى، والمسيء نخاف عليه من النار، ولا نجزم له بنار ولا جنة. يقول السائل: بالنسبة لزيارة قبر والدي، هل أدعو بدعاء زيارة المقبرة ثم أدعو لوالدي، أو دعاء المقبرة كافي؟ إذا دخلت المقبرة عليك أخي أن تسلم على أهل القبور من المسلمين والمؤمنين، فإذا وصلت إلى قبر والدك فلا بأس عليك أن تخصه بالسلام عليه، مثل ما لو دخل الرجل على أناس أحياء فإنه يدخل عليهم ويسلم عليهم جميعا، ثم يتقدم ويصلم على الكبير منهم أو من له حق أو من يريد السلام عليه. وكذلك القبور، إذا سلمت عليهم جميعا حسن، وإذا خصصت بعض أقاربك الذين تكلم عليهم عند قبورهم فلا بأس عليك في هذا. يقول السائل: كيف يكون قيام الليل وكم ركعة فيه، وهل يجوز القيام بحمل المصحف؟ كيفما قمت من قيام الليل فحسن، لو قمت الليل كله في ركعة واحدة فلا بأس عليك، كما فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه،
أو صليت 3 ركعات في الليل كله، أو صليت 11 ركعة في الليل كله، أو صليت ما قسم الله لك في الليل فلا بأس عليك. فلا يلزم أن يكون عدد محدد لا تزيد فيه ولا تنقص، لكن أخي يحسن أن تواظب على وتر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، وفي رواية أو 13 ركعة. فحسن إذا واظبت على ركعات النبي صلى الله عليه وسلم، ولك أن تصليها كلها في نصف ساعة، ولك أن تصليها في 2 ساعتين أو 4 أو 6 ساعات من الليل. فإذا أطلت القيام وأطلت الركوع استغرقت وقتا كثيرا، وإذا لم تستغرق الوقت ولم تطول القيام والركوع فبإمكانك أن تؤديها في نصف ساعة 11 ركعة. فحري بنا أيها الإخوة أن نحرص على السنة ونتقيد بها، ولم تلزمنا السنة بركعات محددات ولا بتسبيحات محددة ولا بقراءة محددة، فالأمر فيه سعة ولله الحمد. بإمكانك أن تصلي 11 ركعة بنصف ساعة، وبإمكانك أن تصلي 11 ركعة ب4 أو 6 أو 10 ساعات من الليل، فالأمر فيه سعة ولله الحمد. وبإمكانك أن تقوم الليل كله بركعة واحدة، ولك أن تقسم الليل على 3 ركعات أو تقسمه على 5 ركعات، أنت بالخيار كيفما شئت في هذا فلا بأس عليك. فجاء أن عثمان رضي الله عنه كما روى المسور بن مخرمة أنه دخل الحجر رجلا مقنعا، دخل الحجر رجل مقنعا لا يدرى من هو، فيقول: رأيته لا يسجد إلا بسجدات التلاوة حتى أكمل القرآن كله، ثم ركع وسجد وسلم. فلما انصرف تبعته فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، قام الليل كله في ركعة واحدة قرأ فيها كل القرآن رضي الله عنه. وما بأس أن تقسمه على 3 ركعات أو 5 ركعات أو 7 ركعات أو 11 ركعة أو 9 ركعات، أنت بالخيار في هذا كله والحمد لله. فلم يحدد لنا النبي صلى الله عليه وسلم ركعات الليل، وإنما يجب على المرء أن يختمها بفرض ركعة واحدة يشفع ما قبله، ثم في الأخير ينهيه بوتر، ينهي بركعة واحدة. إما يصلي 4 ركعات ويسلم من كل ركعتين، أو يصلي 4 ركعات أو 7 ركعات ويسلم من الوتر كاملا. لا بأس أن يصلي 9 ركعات بسلام واحد، و7 ركعات بسلام واحد، و5 ركعات بسلام واحد، فالأمر فيه سعة ولله الحمد. يقول السائل: هل لي أن أصوم الاثنين والخميس ويكون السبت من شوال؟ نعم يا أخي، يجوز لك ذلك، يجوز لك أن تنوي صيامك الاثنين أو الخميس أو الاثنين والخميس من الست من شوال ما دامتا في شوال. يقول السائل: اعتمرت في رمضان أكثر من مرة ولم أتمكن من صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم، هل عمرتي صحيحة؟ عملك صحيح ولا بأس،
صلاة الركعتين كيفما صليتهما مستحبة إن صليتهما في مقام إبراهيم خلف المقام أو في غيره أو في بيتك أو في طريقك للسفر أو نحو ذلك لا بأس عليك. فقد جاء أن عمر رضي الله عنه طاف بالبيت وخرج متوجها إلى المدينة، فلما صار بذي طوى أي خارج بنيان مكة نزل وصلى ركعتي الطواف. يقول السائل: يؤتى بأذكار النوم في النهار أم هي خاصة بنوم الليل؟ لك أن تأتي بالأذكار في كل وقت، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، ولا تمنع من ذكر دون ذكر في الليل ولا في النهار، لكن أذكار النهار يستحب أن تقال في المساء، وأذكار الليل كذلك، وأذكار النهار تقال في الصباح وتقال في المساء حسن، وإن اقتصرت على واحد منها فلا بأس، ولا يلزمك ذكر معين أخي. يقول السائل: ما حكم أخذ بعض الأمتعة التي يتركونها بعض الإخوة المعتكفين داخل الحرم للانتفاع بها؟ لا بأس أخي، ليس عليك شيء، يا دامت صاحبها تركها لا يريدها فلك أن تنتفع بها، لكن من وضعها صاحبها في مكان يريد العودة إليها فلا يجوز لك أن تأخذها. يقول السائل: إذا عطست في الصلاة هل أتلفظ بالحمد؟ نعم، لك أن تحمد الله جل وعلا إذا عطست، لأن الحمد من الذكر وليس بغريب عن الصلاة ولا بعيد عنها، فإذا عطست وقلت الحمد لله فلا بأس عليك. يقول السائل: سافرت من جدة إلى المدينة ثم أحرمت لعمرة من بالقرب من المسجد النبوي، ولما مررت بالميقات عقدت النية، هل فعلي صحيح وهل سيري صحيح؟ نعم يا أخي، متى ما لبست ملابس الإحرام فلا بأس عليك، وعند الميقات تعقد النية، فإذا لبست ملابس الإحرام فلك أن تخلعها قبل أن تعقد النية، أما إذا عقدت النية فلا يجوز لك خلعها وإن كنت لم تصل إلى الميقات بعد. يقول السائل: حججت عام وكنت تابعا لبعثة بلادي، وذهبت يوم ثامن ذي الحجة لعرفة دون المبيت بمنى، فهل علي إثم في ذلك وأنا تابع للبعثة؟ لا، ليس عليك شيء، لكن هذا خلاف الأولى، فالأولى أن تحرم بيوم الثامن من مكة، ثم تخرج إلى منى، ثم من منى تخرج إلى عرفات في اليوم التاسع، هذا هو الأولى. وأما إذا خرجت في اليوم التاسع أو الثامن أو السابع من مكة إلى منى فلا بأس عليك، أو ذهبت إلى عرفات فلا بأس عليك إن شاء الله. يقول السائل: عملت عمرة في شهر رمضان وبعد العيد عملت عمرة في شهر شوال، فما الحكم في الهدي؟ في الهدي تكون قد تمتعت بالعمرة إلى الحج، لأن العمرة في شوال في أشهر الحج، فشوال من أشهر الحج، أول أشهر الحج هو اليوم عيدي، يوم عيد الفطر هو من أيام الحج ومن أشهر الحج، فإذا اعتمرت في أشهر الحج فيكون عليك هدي التمتع.
يقول السائل: كم مقدار إطعام 60 مسكينا؟ كم كل مسكين؟ إطعام 60 مسكين لكل مسكين نصف الصاع من البر وغيره، أو صاع من الطعام الآخر، فيحسن أن تخرج إطعام 60 مسكين 30 صاعا توزعها بين 60 مسكينا. يقول السائل: ما حكم تكرار العمرة علما بأنني لست من السعودية؟ لا بأس بتكرير العمرة سواء كنت من السعودية أو من خارجها، لكن ما يحسن بك أخي أن تدخل مكة بعمرة ثم تخرج من الغد لتأتي بعمرة أخرى، ما يحسن هذا. وإنما إذا طال بك المقام في مكة ورغبت بالاعتمار فعليك أن تخرج إلى الحل وتحرم منه، ولا بأس عليك إن شاء الله. يقول السائل: طواف الإفاضة تطوع 7 أشواط أو أقل؟ طواف التطوع كله، التطوع والواجب والركن من أركان الحج والعمرة، كل طواف لا بد أن يكون 7 أشواط بلا زيادة ولا نقص أخي، كل طواف. وإنما يفرق بين طواف وطواف بالنية، فأنت تنوي طواف الإفاضة وتنوي طواف الوداع وتنوي طواف التطوع وتنوي طواف الحج، طواف القدوم، النسك، كل هذا يتميز هذا عن هذا بالنية دون الفعل، فالفعل سواء هذا. وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.